أهلا بكم مشاهدينا، جولة إخبارية موجزة من قناة الشروق. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بمكتبه أمس الاثنين رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي والوفد المرافق له، وبحث اللقاء تطورات العملية السياسية الجارية حاليا والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية. كما ناقش الاجتماع علاقة السودان بالاتحاد الإفريقي، وقدم رئيس المجلس شرحا خلال اللقاء حول التطورات الجارية في المشهد السياسي على ضوء ما تم التوافق عليه لتوقيع الإعلان السياسي لإكمال مهام الفترة الانتقالية. ومن جانبه أشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي بالدور الذي ظل يلعبه السودان في الإقليم ودعم قضايا المنطقة، معبرا عن أمله في عودة السودان للاتحاد الإفريقي. التقى رئيس جنوب السودان سلفاكير مياردات بأمانة الحكومة بجوبا أمس الاثنين عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر عبد الرحمن العطا. وأكد العطا خلال اللقاء حرص السودان على تقييم تنفيذ الاتفاق لجوبا ولتجاوز التحديات والعقبات التي تواجه الاتفاق، مشيدا برعاية دولة جنوب السودان واهتمامها بعملية السلام في السودان وتنظيمها لورشة تقييم الاتفاق. وأوضح سفير السودان لدى جوبا السفير جمال عبد المجيد في تصريح صحفي أن عضو مجلس السيادة قدم تنويرا لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مياردات حول مشاركته في ورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، مشيدا بالجهود المقدرة لدولة جنوب السودان في إنجاح ورشة التقييم لتحقيق السلام المستدام في السودان. تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر حجر بالقصر الجمهوري أمس الاثنين توصيات ورشة جمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة، وتعهد لمتابعة تنفيذها وتسجيل العقبات والتحديات كافة التي تحترض سير عمل اللجان بما يمكنها من الاطلاع بدورها. وأكد سيادته خلال مخاطبته الورشة التي نظمتها اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة بالقصر الجمهوري تحت شعار وطن آمن، وأكد ضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتفعيل أجهزتها الرسمية والعمل جنبا إلى جنب مع المواطنين. نظم الصندوق القومي للتأمين الصحي بالنيل الأبيض صباح الأمس بمركز صحي التيجاني محمد خير النموذجي بكوستي يوم للتوعية بمرض السكري، وذلك بالتعاون مع شركة أذالة الطبية. وأشاد المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالنيل الأبيض زكريا آدم أحمد بهذه المبادرة لشركة أزالة الطبية والتي تعكس مدى اهتمامها بالمسؤولية المجتمعية، مؤكدا دعم التأمين الصحي لمثل هذه المبادرات. ومن جانبه قال ممثل شركة أزالة الطبية عاطف بلا أن الشركة اختارت التوعية بمرض السكري في انطلاق مبادرتها لهذا العام، وذلك لزيادة المضطردة في الانتشار والتي وصلت إلى نسبة عالية في البلاد. تمكن أهالي منطقة عريض البشاقرة بولاية الجزيرة أمس الاثنين من إنفاذ موجهات قوات الشرطة فيما يلي مكافحة الظواهر السالبة التي تضر بأمن المواطن وسلامته وتوقيف سيارة محملة بكميات كبيرة من الخمور البلدية معدة للاتجار بها داخل المنطقة. ويذكر أن أهالي المنطقة قاموا بتسليم العربة والشحنة للشرطة في إطار مسؤوليتهم الوطنية. نهاية الجولة الإخبارية الموجزة من قناة الشروق، دمتم دائما في أمان الله.